السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. نكمل في فيديو رقم 3 من كورس البروكن. هنتكلم النهاردة عن واجهة البرنامج، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن برنامج البروكن هو عبارة عن مجموعة من برامج صغيرة أو شيتات إكسل لتصميم مختلف العناصر زي الستيل ستراكشر والكولوم وعمل أناليسز والتمبر والماسونري، وتقدر انت تصدر ما بينه وما بين الاوتوكاد، وان انت تقدر تعمل شوية جنرال اناليسز، وتقدر كمان تشتغل فيه في الجيو تكنيكال، الجماعة اللي هم متخصصين في السويل والكلام ده. اتفقنا انت كمان تقدر تعمل اد سكريبت، وتقدر تعدل في سكريبتات موجودة وتضيف في البرنامج. تعال النهاردة نتكلم عن آلية عمل برنامج البروكن. احنا عندنا دلوقتي لو جينا نبص هنا، لو دوسنا على علامة البروكن اللي فوق دي، هنلاقي موجود ان في نيو واوبن بس، الباقي كله مش متفعل. ليه؟ لان احنا ما دخلناش في بروجكت او شغلنا اي حاجة بحيث يظهر لنا القوائم دي. طب تعالى مثلا لو احنا دخلنا في قسم الكونكريت ودخلنا على كونكريت سيكشن مثلا، لو دوسنا عليها وفتحنا كده، فتح معاك البرنامج اهو بالشكل ده. طيب لو بصيت هنا من فوق، يعني لو كبرنا الشاشة كده، اول ما انت دوست على كونكريت سيكشن فتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. عندك هنا قائمة فايل تقدر تفتح نيو. خلي بالك احنا لما اخترنا كونكريت سيكشن فتح لك النافذة دي كأنها برنامج منفصل. لو بصيت هنا على الشمال فوق مكتوب Concrete Section Design، يعني شايف الواجهة بتاع البروكن دي، ينفع تقفلها دلوقتي خلاص، لأنه فتح لك برنامج منفصل أهو لتصميم البيم. طيب هتقولي يا باشمهندس هي هنا في فايل أهي تقدر تعمل منها نيو لو عايز تصمم Concrete Section جديد، اوبن لو عايز تفتح Concrete Section أنت معامله ديزاين قبل كده، سيف لو عايز تسيف الكونكريت سيكشن اللي انت دخلته على البرنامج، الانبوتس بتاعتك اللي انت دخلتها هنا وتسيفها، يعني بحيث ان انت لما لو الاستشاري طلبها منك قال لك والله انت عامل ديزاين للبيم دي على برنامج ايه، تقول له البروكن، ممكن يقول لك ابعت لي الفايل. عندك سيف اس ده لو عايز تسيف الفايل في مكان معين، تمام. وعندك الديزاين كود، عندك هنا الاكواد مختلفة، ينفع تختار الكود اللي انت عايزه، ينفع تشتغل بالاي سي اي اللي هو الامريكان كونكريت انستيتيوت اللي هو الكود الامريكي، ينفع تشتغل بالبي اس، ينفع تشتغل بالاي اس، عندك اليورو كود برضو، ايا كان الكود اللي انت تستخدمه. مثلا انا هصمم بالاي سي اي 2011. طيب هو انا كل مرة يا باشمهندس هختار الكود ده؟ قال لك لا، تنفع تدوس سيف هيسيفه كستاندرد وتدوس اوكي. شايف هنا كتب لك اسم الكود اهو ACI 318 2011، تمام. طيب هتقولي يا باشمهندس هنا خانة الانبوتس، المفروض ان انت بتملأ الحاجات دي. طيب احنا دلوقتي ما بنصممش، احنا بنتكلم عن البرنامج ان جنرال. لما نيجي ندخل في الديزاين بتاع الكونكريت سيكشن هنشوف الحاجات دي بتتملي ازاي. طيب في عندك هنا قائمة اسمها الهيلب، دي ميزتها ان هي بتديك امثلة بحيث ان انت تشوف الديزاين ده بيتم ازاي. فانت لو دوست على هيلب بعدين اخترت اكزامبل، قال لك عايز ريكتانجولار بيم ولا تي بيم مثلا، قلت له ريكتانجولار بيم، راح ملا لك الانبوتس دي. لو تلاحظ ان بعد الانبوتس ما اتملت التاب بتاع الديزاين بقت منورة، اتفعلت، ينفع تدوس عليها وتجيب لك الديزاين. لو انت دوست عليها اوكي هو كده عمل لك ديزاين. هنا طبعا الديزاين ريزلت دي الارقام اهي قدامك. طبعا الارقام اللي باللون الاحمر دي فيها مشكلة. يعني ايه فيها مشكلة؟ يعني unsafe، تمام. هنا suggest reinforcement، هنا التسليح المقترح، وعندك هنا calculation sheet لو انت عايزها اهي، تمام. وعندك هنا ال detailed calculation اهي. طبعا انت الديزاين كالكوليشن دي بتعمل فيها ايه؟
بتسيفها كبي دي اف عشان تضيفها في الفول كالكوليشن شيت بتاعتك. فرضا ان انت صممت المنشأ بتاعك والاستشاري طلب منك تعمل تشيك على كاميرا معينة، فانت شيكت له عليها بالبروكن، هتاخد الكالكوليشن شيت دي وهتدوس على كلمة برنت ناو، وهتختار مايكروسوفت برنت بي دي اف. قال لك هنا انت عايز تعمل برنت للصفحات من كذا لكذا، ولا لكل الصفحات، ولا للصفحة اللي انت واقف عليها بس. هقول له مثلا لكل الصفحات، هتدوس اوكي، هيجيب لك كده، هتدوس في المكان اللي انت عايز تسيف فيه الفايل، وبعد كده بقى عندك كالكوليشن شيت محترمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.